هل يجوز للمرأة أن تعمل عملية تجميل للبطن وتشفط الدهون إذا كان الزوج يرغب ذلك؟ هذه من الأمور ليست فيها تغيير خلقة، وإنما فيها تخفيف أحمال، لأن الخلقة ليست خلقت على هذه السمنة، وإنما السمن يطرأ للإنسان، فإذا عملت عملا يخفف هذه السمنة فلا حرج. ولا شك أن من أسلم ما يكون هو الإقلال من الأكل والإكثار من الحركة.